طيب هنيجي بقى سيادتك هنا، عايزين نطبع السكرين دي اللي اوت دوت. فهاجي اول حاجه اقول فايل برنت، تمام. البرنت دوت انت هتطبع ابيض واسود، فبالتالي الالوان دي الكلر ده هيبان لون الاسود بتاعه خفيف، فنخليها بلاك اند وايت. فيدينا الرسمه اللي قدامنا دي، مثلا هنطبعه الاول كانه بي دي اف. لو انت ما عندكش برينتر يعني هتطبعه هنا، تختار كده كانه بي دي اف فايل وتدوس اوكي. دي سي باور سبلاي بورد نقول له بالمسمى ده. اتطبع بقى بي دي اف فايل اهو، شايفين بي دي اف؟ مش باينة يا باشمهندس انت، ادي البي دي اف فايل اهو، تمام. مش عاملها شير؟ تمام فيها مشكلة؟ ده اللاي اوت اللي احنا هنطبعه بقى، تمام. هتيجي على اي برينتر، لو انت عندك بقى برينتر هتيجي على برينتر الليجر دوت. هشغل لكم الكاميرا اهوت، في ورقة شفافة معاك بالشكل دوت، شايفينها؟ الورقة دي اللي بنسميها ترانسبيرنت بيبر يعني. الورقة دي، الورقة دي من المفترض كده، تمام. هاجي على البرينتر اللي هو ورايا ده كده، البرينتر اهو، تمام. اروح جاي حاطط الورقة دي، درج الورق ويطبع، تمام. فالرسمة بتاعتي هتطبع على البتاع دي. اجربها لكم ثواني بس. في مقص هو عندك؟ عايشة عايشة عمر مين مقص بتاعك؟ عايز مقص، دي مقص يا عايشة؟ البلاي ليست بتاعتك يا صاحبي، عايز متوحد. انت عايز ايه؟ هات لي البلاي ليست بتاعتك. هو انا يا جدعان لازم يبقى عندي برنت علشان اعمل الحاجات دي؟ جبت لكم الورقه اهي، تمام. هنيجي نطبع الفايل دوت. مهندس انا لازم يبقى معايا برينتر. ممكن تطبعه تحت في الشارع يعني في اي مكان، بس تطبعه الترانسبيرنت بيبر دوت يعني. فنروح جايين طابعين الورقة دي. احنا لسه شغالين. يبقى فايل برنت، انت عاوز تبرنت فين؟ في البرنتر بتاعي اهو. من المفترض المفروض يكون الورق دوت او البرنتر ده يكون الحبر بتاعه اوريجينال يعني، عشان ما يعملناش نقش في هذا الورق. مش موصل الكيبل بتاع البرنتر، حاجة زي الفل ادي زي ما انتم شايفين كده. الورقه بتاعتنا اتطبعت اهي. مش نعم
شايفينها؟ تمام؟ ادي كده طبعناها يعني. اجي ابدا بقى، لازم اتعامل مع اللي اوت ده بحرص شديد جدا يعني، واي تراب على الورقه دي لازم نمسحه بحرص برضه. تمام؟ هاجي اروح جايب المقص اهو، المقص بتاع عمر. تمام؟ واروح جاي قاصص الرسمه بتاعتي. زي ما شايفين ايس بتساعدنا اهي، تاخد بونص. بعد ما قصينا ادي اللي اوت بتاعتنا اهي، دي اللي في ايديا دي كده. ماشي؟ تمام. اجي اعمل ايه بعد كده؟ اجيب البورده اللي قدامنا دي، تمام؟ اللي هي البورده البيضاء دي بنسميها فوتو ريزيست بورد. تمام؟ هاجي اروح جاي بالبورده دي هحط اللي اوت عليها كده. تمام؟ واروح جاي معلم على البورده. انتوا ملحوش. الاحظ وانا بعلم على البورده كده ما المس لي اوت بتاعي عشان ما يتخربش، يعني دايما كده اللمس بتاعه من على الاطراف. فهنلاقي بعد ما علمت على البورده هنلاقي ده الحجم بتاعنا اللي احنا هنقطعه من البورده. البورده دي كبيره زي ما انتم شايفين كده، مديانكم كبيره ب 54 جنيه. تمام؟ هتروح جايين بقى قصين بمنشار، منشار حدادي نجيبه او اي حاجه، تقص البورده على الحدود الحمراء دي. تمام كده؟ ماشي يا شباب؟ ماشي يا باشمهندس. نعتبر احنا قصيناها كده، نعتبر ان ده قصيناها. بعد كده يبقى ايه؟ هاجي اشيل الطبقه البيضاء دي اللي انتم شايفينها دي. تمام؟ هنلاقي تحتيها طبقه خضراء اهي. الطبقه الخضراء دي بنسميها فوتو ريزيست لاير. طبقة بتتأثر بالضوء. تمام؟ بتتأثر بالضوء. نعتبر ان احنا شلناها. نعتبر ان احنا شلناها. هاجي بقى سيادتك هنا، الكلام ده المفروض انتوا تعملوه، يعني حضراتكم المفروض تعملوا الكلام ده كله. هاجي بعد ما اشيل الطبقة البيضة دي. الكلام ده مطلوب امتى يا باشمهندس؟ المطلوب يعني المفروض التاسك بتاع التسليمات لي اوت اخره الساعه 12 زي ما اتفقت مع زمايلكم يعني. ماشي اللي اوت تمام. الطباعه ده عندك لحد يوم الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله. طب تمام ان شاء الله. ماشي؟ انا بعت نفس اللينك ولا هيظهر لينك تاني؟ لا هتصور لي نفسك فيديو لحد ما توصل للبورده النهائيه. انا هوريك دلوقتي فيديو. هوريك فيديو دلوقتي بيشرح فيه الكلام ده. والاوت بتاعه المفروض يكون ايه؟ انت هتمشي على الفيديو دوت بنفس الخطوات اللي فيه، وعلى هذا الاساس تطلع البورده زي ما هيطلعها بالظبط. ماشي؟ طب انا اخلي حد يصورني يعني وانا بعمل الحاجات دي؟ يا حبيبي مقتطفات كده، مقتطفات، لان الموضوع هياخد وقت يعني كل خطوه من دي، يعني خطوه البرينتر هتاخد مثلا 10 دقائق، خطوه ال انا ما عنديش برينتر، انا كده هضطر ان انا انزل اطبعها بقى في حته مثلا تحت. ماشي 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 زي الفل، هتاخد نص ساعه. خطوة قص البوردة
هتاخد مثلا بالمنشار والكلام ده تاخد لها ربع ساعه او ثلث ساعه كمان. خطوه بعد كده بقى اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، انت خلاص ظهرت الحته دي بعد ما قصتها ظهرتها، وبقى الجزء اللي هنا اللي هو طبقه الفوتو ريزيست، هتيجي بقى عند اللاي اوت دوت اهو، تروح جاي حاطه هنا كده عند الطبقه الخضراء اللي انت شلت من عليها اللي كان فوقيها الطبقه اللي شلتها، هتكون كده. والمفروض اعرض البتاعه دي للشمس لفتره ربع ساعه، بس في مشكله عندك، المفروض البتاعه دي تكون ثابته ما تتحركش خالص، اللي او ده يكون ثابت على بورده ما تتحركش اطلاقا. طيب عشان ما نحركوش هنعمل ايه؟ لك بمنتهى البساطه ممكن تجيب شفافه اللي هو الفيبر الشفاف او الازاز ايا كان هو ايه، او تجيب ازازه وتروح زانق الازازه دي اللي هي الشفافه على اللي اوت من فوق، يبقى فوق اللي اوت دوت الشفافه وتحتيه من ورا البورده، وتثبتها بشكل ما بالسلوتيب، بتثبتها بحيث انها ما تتحركش خالص. خلاص اطمنت انها ما اتحركتش، بقى تروح جاي مثبتها حاططها كده تحت ضوء الشمس لمده ربع ساعه، تمام، مواجهه لضوء الشمس على طول. او في لمبه زي ما هتشوف في الفيديو كده، في لمبه خاصه بالكلام ده الالترا فايلوت يعني لام، لو تقدر تجيبها انت براحتك يعني، تمام، بس احنا مش عايزين نكلفكم في حاجه، بس سيرتك هتعرضها للشمس لمده ربع ساعه. طيب بعد ما عرضتها للشمس لمده ربع ساعه هتلاقي ان الطبقه الخضراء دي بقت فيها تقريبا كده لون مخالف عن اللي كانت اللي كان موجود عليه، هتلاقي تقريبا كده شبه اللي او دوت موجود على البورده يعني بلون اخضر فاتح شويه. طيب احنا عاوزين نظهره، فانا خلاص هجيب اللي هو البتاع دوت ده كيس الصغير ده اللي هو الاسم الدارج بتاعه البطاس اللي احنا كنا بنغسل بيه هدوم زمان ده، تمام. هتيجي البطاس دوت كده هتحطه في كوبايه ميه كبيره، بس مش كله، حط معلقه صغيره من ده في كوبايه ميه كبيره. خلي بالك مرحله البطاس دي اخطر مرحله. عاوز ايه؟ لو سمحت هات المص ده بعد اذنك. طب ماشي، ده مقص عمر، قصي والدول. طب انت بتقص احسن من بابي يعني. طيب نيجي بقى هنا، المرحله البطاس ده في الميه هو اخطر مرحله من المراحل بتاعتنا، لان كميه البطاس لو زادت هتمسح الرسمه كلها، فانت تحاول تكون حريص، كوبايه ميه كبيره مع معلقه بطاس صغيره جدا وتدوبهم، وبعد كده تيجي في الكوبايه دي بالبطاس تنزل فيها البورده كده، هتلاقي في البورده كده الرسمه بتاعتك بتبان. الجزء الاسود دوت هيظل لونه اخضر، اما الجزء الابيض اللي في الرسمه اللي في اللي اوت دوت، الجزء الابيض ده هيكون نحاس. طب بعد كده تعمل ايه؟ تجيب ازازه الحمض كلوريد حديدي، اديناك ازازه حمض كده صغيره، تروح جاي حاططها في علبه، والعلبه دي من المفترض تحط فيها البورده بتاعتك، تقعد بقى حوالي نص ساعه ساعه الا ربع كده لحد ما الحمض دوت ياكل النحاس. النحاس ده اللي هو فين بقى؟ اللي هو المنطقه البيضاء دي، هتلاقي المنطقه البيضاء دي لونها نفس اللون بتاع ظهر البورده. كان الاول قبل ما تحطه في الحمض بتاع الكلوريد الحديد دوت، كلوريد الحديد قبل ما تحطه في الحمض كان لونها لون اخضر، اسف، لون نحاس، كان اللون الابيض ده لون نحاس. بعد ما تحطه في الكلوريد الحديد، امتى تشيل البورده من الحامض دوت؟ لما اللون النحاس ده يكون شبه اللون اللي في ظهر البورده، يعني كان شايل النحاس تماما. بعد كده تبدا تخرم البورده بتاعتك، تخرم الرجول بقى دي. انتوا ظاهر قدامكم بي دي اف صح؟ هتبدا بقى سيادتك تخرم الرجول دي، يعني دي رجل المفروض اللي هي البيضه دي تخرمها، دي تخرمها، تخرمها بالدريلر كده، منفك الدريلر الصغير كده ممكن تشتريه من بره يعني، تمام؟ خلصت كده تبدا ترص الكومبوننت بتاعتك، والناحيه الثانيه هي تلحم عادي مفيش مشكله.
وبكده حضراتكم خلصتم البي سي بي بشكل مفروض يعني كويس ومتكامل. هبعت لكم دلوقتي فيديو، الفيديو دوت بيشرح فيه الخطوات دي بشكل عملي مع كل اللي معاكم دي، وبنشرحها بشكل عملي لحد ما يطلع في البوردة بشكلها النهائي. انتوا هتمشوا على الفيديوهات دي ستيب باي ستيب لحد ما توصلوا للابوت بورد زي ما قلت لكم من شويه. فيها مشكله؟ لا طب مش دلوقتي، بس الفايلات اللي هي عندي اصورها لحضرتك ولا ابعت لك تيم فيور تشوفها؟ انا خلاص مش هشوف حاجه تاني خالص. طيب ابعت لك فايلات على الواتس عشان مش عارف احولها والله. انا يعني عملت الفايلات وخلصت. حول وابعت على الويب سايت. انا الواتس يا جماعه ما بستقبلش عليه اي فايل، علشان مش فايل انا مش فايل، انا ابعت لك صوره اقول ولا صور يعني ولا اي حاجه. طب مش عارف احولها اعمل ايه؟ مش عارف تحولها ليه؟ ما هي الفايل جاي الابيض مش راضي يتغير خالص. يعني ايه ابيض مش راضي يتغير خالص؟ يعني لما بتحول الفايل بدوس باور سبلاي بدوس عليها ما بيجيش. ايوه يا باشمهندس حصل لي برضك نفس الكلام برضك. ابعت لي الاخ اللي بيتكلم معايا دلوقتي، ابعت لي التيم بعد اذنك بتاع كده. حاضر مهندس. ايه يا باشا خليك معايا عشان هو بالنسبه لموضوع الفيديو ده. يا باشا خليك معايا عشان بس هتكلم في التليفون وارجع لكم تاني بعد اذنكم. تمام يا باشا. ايه الاخبار؟ هو المفروض بعد ما اعمل البوردة دي ادور فيديو وانا بعملها وابعتها له. بس هنمشي على الفيديو بقى اللي هو هتصور كل حاجة، يعني مثلا وانت بتحطها في البوتاس مرة وانت بتعملها مرة. اخر معاد من الفيديو دايما نقول الاثنين. خلاص بكرة يا جدعان اللي انك هنعمله اميجو. تمام يا باشمهندس. انا رقم بياخد 2014 يا باشمهندس. مش انا امبارح يا ابني قعدت معاك يا ابني عملت لك حاجات يا لا يا باشا انا باشمهندس انا خلصت، انا مخلص حاجتي انا بس مش عارف احول الفايل. انا فاكر الشحنه دي فالشحنه. طيب تمام هذا هو الفايلات بس والله مش اكتر. ماشي يا سيدي نشوف المشكله فين. مهندس نعم طيب مهندس ثانية واحدة حبيبي. ايه المشكلة عندك بقى يا باشمهندس بعد اذنك؟ الفايلات هيخش على اي فايل فيهم يا باشمهندس؟ ايوه اه حاول تعمل شير هندسة عشان مش بيتحولوا. ده كده يا ريت يا هندسه تعمل شير بس عشان عندي نفس المشكله. والله عملت شير كده هندسه عشان لو حد جاب ما فيش حاجه باينه. كده باين؟ اه تمام كده باين. لا ما مش مهم. انت مش مسطب ايه كده يا باشمهندس؟ امال عاملهم ازاي يا باشمهندس مسطبه والله؟ ثانية واحدة يا حبيبي.
يا ماما يا ماما مهندس هو وانا هحتاج اسطب اي حاجه علشان البضاعه دي. ما بش مهندس ثانية واحدة صحيح يا ماما ماشي تمام يا باشمهندس. باشمهندس نعم ماما كنت بعت لحضرتك سكرين على الواتساب في ايرور ظاهر ليه مش عارف اعدله. خلاص الايرورز والكلام الفاضي كله انتهى ابتعد. انا حكيت في كل الايرورز مكرره يعني. مهندس ماشي ناخد الغياب بس يا جماعه شوف بس معلش ناخد الغياب انا هشوف حاجه ثاني خلاص. مهندس نعم هو بالنسبه لموضوع الفيديو ده هنرفعه على الويب سايت بتاعت الجامعه ولا فين؟ هيكون على الويب سايت بتاع الجامعه.